غريبة ان انت يكون وجهة نظرك وتصريحاتك ان انت اكتر لعيب اخدت فرصة في الاهلي. اصل دي حقيقة يا كابتن، مش هنكرها يعني. ولا حضرتك شايف ايه في الموضوع ده؟ لا انا ممكن انت النهارده طبعا ما في مشاكل في مواقف كتيره النادي الاهلي وقف جنبي فيها، ف ندمان على الفرص دي كلها؟ طبعا يعني انت تسيب النادي الاهلي وتمشي دي ده موضوع دي قصه لوحدها، لكن في الجزء بتاع ان انا اكتر واحد خدت فرص في النادي الاهلي فدي حقيقه، الناس صبرت عليا كتير جدا وفي مواقف كتير جدا جدا جدا. دي حقيقه صح. دي حقيقه جدا. ويعني انا طبعا في جزء ايجابي وجزء سلبي. جزء ايجابي ان الاهلي عاملك كابنه، وجزء طبعا سلبي ان انت ما مسكتش في الفرصه. دي حقيقه يعني يمكن مش انا بس، يمكن انا يمكن النادي الاهلي انا عارف يمكن من اول باشمهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب بصراحه بيتعاملوا مع كل اللعيبه اللي موجوده هناك كابتن بشكل كويس جدا، ولادهم في المشاكل دايما هم اللي بيتصدروا في اي حاجه، دايما هم اللي اي مشكله تحصل اي لعيب هم اللي بيبقوا في الوش، هم اللي بيدافعوا عنه اعلاميا او الجمهور حتى. فالناس كابتن محمود الخطيب دايما حاطط صدره للعيبه في الازمات والمشاكل، عارف امتى يحط فاصل وامتى اشكرك وامتى احضنك وامتى عاقبك وامتى اشد عليك. اللي منجح نادي الاهلي الفتره الاخيره دي كابتن هم شخصين، كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ، الاثنين زي ما حضرتك بتقول كده. يعني هم عارفين امتى بيشدوا امتى. بس هقول لك الصراحه، طبعا كابتن محمود الخطيب نمره واحد وكابتن سيد عامل اداء رائع جدا، بس هم نجحوا ان يكون في كابتن محمود الخطيب نجح ان يكون في منظومه كبيره، منظومه طبعا فيها اسامي كتير، كل واحد باصص في ورقته يعني وكل واحد عارف يعني ملفه. مش من يوم وليله الموضوع ده. انا شايف ان الناس دي حطت بلان الفتره من بتتكلم مثلا من 4 5 سنين حطوا بلان، هم الناس دي بتستفاد دلوقتي حاليا وبيلقوا الثمار الحاجات دي حاليا يا كابتن. يمكن اول سنه تانية كان في كلام وكان في ناس بتنتقد وسوشيال ميديا والجمهور كان معترض في فتره، لكن دلوقتي شوف حضرتك الامور اتحسنت بشكل الناس يعني تحط بلان على مدى سنين بعيد، مفيش حد اتغير. كابتن سيد هو انجح، كابتن محمود الخطيب شايف ان كابتن سيد هو انجح واحد في الحته دي صح. في مصر انا اداريا ما شفتش، انا اتعاملت كتير مع ناس في البوزيشن ده كابتن، لا كابتن سيد ناجح يعني حاجه يعني محترمه يعني. مين اكتر لعيب شد عليك وكان قاسي عليك لمصلحتك وكان بيحبك؟ عماد متعب. عماد متعب عماد متعب كان زميل غرفه سنتين يعني، مع انك جيت في وقت من الاوقات يعني كنت بتزعل. لا يعني بصراحه ما كنتش بزعل منه، اللعيب الوحيد اللي في اللعيبه الكبيره ما كنتش بزعل منه، لان هو كان بيعاملني ان انا اخو صغير وكان قريب مني جدا وكانت علاقتي بيه كويسه جدا، ويعني كنت انا مبسوط يعني لما كنت ببقى قاعد معاه في اوضه واحده، قعدت معاه سنتين في اوضه واحده. كان بيقول لك ايه؟ كنت مبسوط يعني، كان دايما هو زي ما حضرتك بتقول اللي هو بيعنفك بحب يعني او عايزني كويس. ايه الجمله اللي عمرك ما تنساها منه؟ يعني ان هو قال لي لو انت مشيت من المكان ده هتندم ومش هتلاقي مكان زي هنا، فركز والتزم هنا والكلام ده كله وخلص مستقبلك كله وكورتك وحياتك في النادي الاهلي وكده اعمل اللي انت عايزه، بس لو مشيت من النادي الاهلي انت هتندم. بس حصل مره مشكله بينك وبينه؟ ايه؟ حصل مره مشكله بينك وبينه؟ مشكله بسيطه خالص يعني. ايه بقى؟ ده في التدريب عادي يعني. تدريبه، لكن هو بالنسبه لي من اللعيبه الكبيره، هو اقرب واحد كان ليا ولحد النهارده يعني بعتبره اخ كبير، وهو حضرتك عارفه انا شخصيه جميله قوي وشخصيه محترمه قوي ويعني ونجم كبير وحاجه محترمه يعني. مين كانت شلتك في الوسط الكهربي؟ كهربا. كهربا اقرب واحد ليا. مين تاني؟ بس كهربا اقرب واحد ليا في مجال الكوره، هم كلهم صحابي والكلام ده كله، بس هو اقرب لي يعني. الناس دايما كانت بتقول ان انت وكهربا راكبين اتوبيس واحد، بس كهربا جه في اللحظات الاخيره كل الناس يعني المختصين كوره نط من الاتوبيس لحق نفسه في الثواني الاخيره. الكلام ده ايه رايك فيه؟ لا يعني انا وكهربا مع بعض من واحنا 10 سنين، بقالنا 20 سنه بنلعب مع بعض. يعني في وقت احنا كنا لسه صغيرين فيه، ما فيش خبرات، ما القرارات كلها ممكن ما تبقاش صح، الدنيا كانت صعبه كله. الدنيا كانت صعبه. خدنا نجوميه بدري قوي، طلعنا الفريق الاول 16 سنه، كان عقودنا كبيره بالنسبه لزمايلنا والناس اللي في الجيل بتاعنا الكلام ده كله. كنا بنحاول طول الوقت
واقفين جنب بعض، بننصح بعض لحد النهارده، لحد ما انا قاعد مع حضرتك بنتكلم وبناخد راي بعض الكلام ده كله. وانا مبسوط له جدا الفتره دي. بس الكهرباء في اخر 10 متر اتغير، يعني لحق الدنيا شويه. هو طبعا موضوع الغرامه ده كابتن خد بالك برضو كان عامل نفس كبير في كهرباء وغير من شخصيته كتير يعني. اللي هو خلاص هو كان حاسس ان هو الموضوع بالنسبه له صعب والغرامه كبيره جدا وان هو بيواجه مصير غامض هو مش عارف يتصرف فيه. ولكن لما كنت بتكلم معاك كنت دايما اقول له لا انا عايزك تركز وعايزك. كنت تتوقع نجاحه بالشكل ده؟ انا هو فاجئني يا كابتن. فاجئك؟ فاجئني فنيا. فاجئني لان بعد الفتره الطويله دي كلها تبقى بعيد وما بتلعبش ومش موجود وترجع. عندك حلين. الحل الاولاني يا كابتن ان انت يا تبقى كويس جدا يا شكرا. صح. مفيش اوبشن تالت في الموضوع. كويس جدا عشان تجبر الناس دي ان هي تدفع لك الفلوس. لسه انت واصحاب لحد دلوقتي؟ طبعا. على طول مع بعض برضه؟ على طول طول الوقت مع بعض. و بس تفكيرات اتغيرت بقى. من ناحيه الهدوء بقى. لا هدينا كابتن كتير خلاص كبرنا احنا الاثنين ويعني لا يعني خلاص بقى. طيب.